ليلة شاخنة يوم أمس مرت على متظاهري التحرير بعد مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية انتهت بسقوط عدد كبير من الجرحى، وأيضا 4 آخرين متظاهرين استشهدوا. ما سبب التصعيد يوم أمس بالتحديد؟ سنسأل المتظاهرين لماذا يوم أمس بالتحديد تم التصعيد؟ بسبب سوء الخدمات. الحكومات المتعاقدة مع الحكومة الحالية لم توفر الخدمات للشعب العراقي، والشعب العراقي الآن في حالة هيجان في كل المحافظات، طلع يريد خدمات في الكهرباء وباقي الخدمات المشروعة بالدستور العراقي، لكن القتل والاستهداف للمتظاهرين لم يمر دون عقاب. شكرا جزيلا. إذن التصعيد جاء بعد سوء الخدمات في عموم البلاد. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تابعونا الليلة على حصاد الفلوجة الفضائية.